بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم على قناة مستر يوسف عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهج بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله. كمان شباب معانا على نفس القناة بتاعتنا، قناة مستر يوسف عزت، الصف الثالث الإعدادي. أما بالنسبة لطلبتنا وأولادنا في المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الإعدادي، فإحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الثالث الثانوي على مستر يوسف عزت شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله هنتناول النهاردة بإذن الله موضوع مهم جدا جدا من موضوعات المراجعة النهائية للمنهج بتاعك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم معاك مع علامات عن علامات الترقيم. إيه علامات الترقيم؟ علامات الترقيم هي عبارة عن مجموعة من الرموز اللي انت بتستخدمها عشان تظبط الجملة المكتوبة، اللي هي الحروف الكبيرة وعلامات الاستفهام والفلسطوب والحاجات دي كلها علامات ترقيم. طبعا في حاجات ان شاء الله هنشوفها زيادة، تمام شباب؟ فان شاء الله في الحلقة دي هنتعامل مع علامات الترقيم، وان شاء الله في الحلقة اللي جاية او الفيديو اللي جاي هنتعامل مع اكسرسايز عليها. وعلى بركة الله بسم الله نبدأ. اول معلومه بيقول لك ايه هي بقى اول علامه في علامات الترقيم، كابيتال ليترز، الاحرف الكبيره، وامتى تستخدم الاحرف الكبيره. اول حاجه بيقول لك ان اول جمله، سواء كانت الجمله دي خبريه او استفهاميه، يعني سواء جمله بتدي معلومه عاديه او حتى جمله واخده شكل استفهام او حتى جمله امريه، يعني مثلا لما بقول لك ان هو ماي فريند فيزيتد مي يسترداي، الجمله دي اسمها جمله خبريه، يعني جمله تعطي معلومه. طب اللي تحتها وير از ذا بوست اوفيس، اين مكتب البريد؟ واخد بالك انه حرف الام في كلمه ماي، في الضمير ماي مستخدم في شكل كابيتال حرف كبير. يعني شوف اول حرف دبليو في كلمه وير اللي هي كلمه استفهام واخد حرف كابيتال. شايف هاف في السؤال اللي هو بيبدا بفعل مساعد اهي الاتش كابيتال. بص بقى في الجمله الامريه جيف مي يور بين بليز، برضو اول حرف في الجمله واخد شكل الحرف الكابيتال. طيب ايه الاستخدام التاني؟ امتى بقى تاني استخدم كابيتال ليترز حروف كبيره؟ قال لك في بدايه الجمله الموجوده بين علامات الاقتباس اللي احنا عليهم تو انفيرتد كوماز. ادي علامات الاقتباس اللي هي دي اسمها علامات اقتباس يا شباب، اللي هي بيسموها تو انفيرتد كوماز في الكلام المباشر. بص كده هي سيد، هو قال، ها بعدها كوما، تو انفيرتد كوماز، كومتين معكوسين. اول كلمه داخل التو انفيرتد كوماز هتلاقي الحرف الاولاني فيها حرف كابيتال، ماشي؟ ده استخدام تاني للاحرف الكابيتال. تعال نروح لمعلومة جديدة، أسماء الأشخاص والأعلام. الأعلام مقصود بها كل ما هو علم، اسم الإنسان طبعا معروف علم، أسامي المدن علم والحاجات دي. طيب أحمد ده اسم إنسان وعلم برضه، ها آن ده، شوف عماد، يبقى أي شوف الاسم، اسم عماد مثلا، أحمد بادئ الجملة ماشي منطقية. طب شوف عماد اللي هو جاي وسط الجملة برضه أول حرف في اسمه واخد حرف كابيتال. طيب نروح لمزيد من استخدامات الأحرف الكابيتال وبتيجي إزاي. وصلنا لاستخدام رقم ثلاثة واللي بيقول لك في اسماء القارات، الدول، العواصم، العناوين، اول حرف في كل الحاجات دي لازم يكون كابيتال. سعودي ارابيا اللي هي المملكه العربيه السعوديه، اول حرف في السعوديه كابيتال وعربيه كابيتال. ها اللي بعدها ايجيبت دوله وافريقيا قاره، ماشي. واشنطن عاصمه الولايات المتحده الامريكيه، اول حرف فيها هو كابيتال. امريكا اللي هي تمثل دوله وتمثل قاره في نفس الوقت. طيب اي ليف ان، خد بالك بقى حضرتك ادي اسم شارع اهو، النصر ستريت، شارع النصر، بيعيش فين؟ في المعادي. يبقى الاحياء والمدن كلها حروف كابيتال. استخدام رابع للحروف الكابيتال شباب في اختصارات الحروف كلها، تمام كابيتال. لما تيجي تختصر كل الحروف تكون كابيتال، يعني هنا الاي ار اي Arab Republic of Egypt، تمام، وهكذا يو اس اي، ماشي، كي اس اي، كلها دي اختصارات. لما تيجي تختصر اسم دوله او اي اختصار الحروف تكون كلها كابيتال زي ما انت شايف كده. طيب ايه كمان، امتى بقى تاني اجيب حرف كابيتال؟ الضمير اي على طول يا شباب في اي مكان في الجمله لازم يكون كابيتال. بص كده شي ثوت اي هاد بورد، اي هاد بورد، يعني ابص اي ابص بعد كده دي اختصار اي هاد. المهم عندي شوف الاي وسط الجمله دي هي كابيتال، ها بات اي هاد اهي برضه اي جايه كابيتال. تعال نشوف استخدام تاني للكابيتال ليترز الحروف الكبيره، اسمها البحار، البحيرات، الجبال، الجزر، المحيطات، الانهار، كل الحاجات دي اول حرف فيها كابيتال. ذا ريد سي، البحر الاحمر، ريد اولها ار كابيتال، سي اولها اس كابيتال، ريفر نايل، نهر النيل، باسيفيك اوشن، المحيط الباسيفيكي او الهادي، ذا البس، سلسله جبال الالب، ليك فيكتوريا، بحيره فيكتوريا، واخد بالك كل الحاجات دي اول حرف فيها يكون كابيتال. ايه كمان، اسماء اللغات، اي لغه لازم يكون اول حرف فيها كابيتال.
عمر سبيكس، عمر بيتكلم انجلش، اللغه الانجليزيه، فرنش، اللغه الفرنسيه، واخد بالك الحرف الكابيتال اهو، اي اف ايطاليان الاي اي، وادي سبانيش، تمام. ايام الاسبوع والشهور كل دي اول حرف فيها لازم يكون كابيتال. نيكست ساندي ادي اسم اليوم اهو، وادي عندك مي شهر وما الى ذلك. طيب تعال نروح دي كمان حاجه تاني، الجنسيات لازم يكون اول حرف فيها كابيتال، ده ايجيبشن، المصري، راشن، الروسي، وهكذا، وكمل ايه زي ما انت عايز. طيب تعال نروح لاستخدام جديد من الحروف الكابيتال اللي هي الاسم العلم، ماشي، وهو ما يشير الى شخص او مكان او مؤسسه سواء كانت فرديه، ماشي، وكمان ايه الحدث الفردي. يعني تعال نجيبها بالراحه، ماي فريند حسام، يبقى ادي اول اسم، اول حرف اسم عمنا حسام ده جاي بي اتش كابيتال. طيب از تريننج فور وينتر اولمبيكس، وينتر اولمبيكس اللي هي الاولمبياد الشتويه، وينتر ده فصل من فصول اللي هي المناخيه، فصول السنه، وادي اولمبيكس ده حدث، تمام. يبقى بص هنا بيقول لك ايه، الاسماء العالم يشير الى شخص او مكان او مؤسسه او حتى حدث، ده حدث هيشارك فيه. طيب لاحظ الفرق ما بين المثالين الاتيين، ايه هم بقى؟ تعال نشوف. We have asked for a meeting with the president، احنا طلبنا مقابله مع الرئيس. طيب تعال نروح للثانيه، I would like to be the president of a big company. اختلفت. President الاولانيه فيها حرف بي، ليه؟ لانها بتشير الى اسم علم، ماشي، رئيس دوله. لكن بريزيدنت تاني، حتى بقول لك التانيه بتعبر عن ده مدير، ده كده مش اسم علم، دي وظيفه. ده بريزيدنت هنا ايه؟ ده وظيفه، انما بريزيدنت اسم علم، ده رئيس دوله، ده اسم علم. لكن كلمه بريزيدنت في الجمله التانيه اللي بيقول انا نفسي ابقى رئيس شركه، هنا مش عايز يبقى رئيس دوله. طيب نكمل ونروح لمعلومه جديده، لسه ما زلنا مع الحروف الكابيتال الكبيره. يا لهوي كل دي استخدامات، اكتر حاجه لها استخدامات هي الكابيتال ليترز، وامتى تجيبها؟ تعال نروح لمعلومه جديده وهي واخده رقم 11 عندنا، اسماء الفترات التاريخيه المميزه. على فكره يا شباب انا بصراحه يعني بصيت على كذا كتاب، لقيت اني جيم يعني للامانه العلميه موضح البانكشويشن ماركس بطريقه سهله جدا استيعابها ان شاء الله اسهل، وده اللي خلانا نشتغل منه الفيديو ده. اسماء الفترات التاريخيه المميزه برضو محتاج ان اول حرف يكون كابيتال. بص كده، بريتن ووز ذا فيرست كانتري تو بروفيت فروم ذا اندستريال ريفولوشن، بقول لك بريطانيا اول دوله استفادت من الثوره الصناعيه، تمام. ادي الاندستريال وادي الريفولوشن، ده حدث تاريخي مميز، الاي كابيتال اهي وادي الار كابيتال. ايه كمان؟ امتى استخدم الكابيتال ليترز، حروف الكابيتال، على القاب التي بعدها اسم شخص، لقبه جاب دكتور، ادي الدي ار وبعد كده النقطه، وتجيب سير، مس، كلها اسمها القاب. اسماء الاعياد والايام المقدسه برضه اول حرف كابيتال، دورنج رمضان، ماشي. طيب هالوين وما الى ذلك، عيد الاضحى، كريسماس، قول زي ما انت عايز. كمان استخدام جديد، العديد من المصطلحات الدينيه بما في ذلك اسماء الاديان والناس اللي بتؤمن بالاديان ده هي، واسماء الكتب المقدسه زي ذا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، دي طبعا بروفيت دي تشير محمد صلى الله عليه وسلم على طول، ذا لورد، ماشي، از ماي شيبرد، وهكذا وما الى ذلك. اسماء الكتب والافلام والمسرحيات والصحف والمجلة، شوف الكتب الافلام المسرحيات والصحف والمجلة كلها لازم تكون كابيتال. I was terrified by the monster، ده اسم كتاب او اسم فيلم، تنفع دي وتنفع دي، The Times، وده اسم جريدة بريطانية معروفة. كمان برضو اسماء الماركات زي ماركة الموبايل، ماركة السيارة، لازم تكون اول حرف فيها كابيتال. Almost everybody owns a Samsung TV set، سامسونج دي ماركة معروفة، وادي التي في برضه ايه اختصار ان هو برضه معروف. نروح لمعلومه جديده ودي واخده عندنا رقم 16، اسماء الماركات قلناها دي خلاص، 17 كتابه الارقام الرومانيه، يعني مثلا الحرف في ده هو ده رقم روماني مش رقم باللغه الانجليزيه، الفي دي الفي اللي انت شايفها دي عندنا في اللغه الرومانيه ده رقم، اللي هي تساوي كام عندي في اللغه الانجليزيه؟ 5، تمام، يبقى دي بنكتبها. طيب تعال نشوف الملاحظات، لاحظ ان فصول السنه لا تبدا بحرف كابيتال، ماشي، خد بالك من الملحوظه دي. طيب I usually visit Alexandria in the summer، الله ليه مش بدا بحرف كابيتال؟ ملحوظه. اسماء المواد الدراسيه لا تبدا بحرف كابيتال الا اذا كانت اسم لغه، يعني لما تكون بتقول ايه I am doing A levels، انا باخد الليفل A اللي هو المستوى ايه في ايه بقى، history التاريخ الحرف العادي، geography جغرافيا الجي عادي، اند انجلش، الله اشمعنى انجلش اللي خدت اي برغم انها ماده دراسيه؟ لانها لغه، الاي كابيتال بتاعتها لانها لغه.
ثالث بقول لك ايه، لاحظ انه اذا انتهت الجمله او السؤال واردنا كتابه جمله اخرى، يعني الجمله انت بتكتبها او السؤال انت بتكتبه خلص، بس انت عايز تكتب جمله جديده، نتبع نفس الترقيم من حيث البدايه بحرف كابيتال. يعني ايه؟ بص كده، ده سؤال where you yesterday، مش ده سؤال؟ بما انه سؤال اول حرف فيه، اول حرف الكلمه الاولانيه بتاعته ايه؟ كابيتال. طب لما جيت تجاوب قلت ايه؟ ماي فاذر وونت، برغم هي جمله، يبقى دي اسمها ايه؟ جمله جديده، برغم ان هي رد على السؤال، لكن اول حرف فيها لازم يكون كابيتال. معلومه جديده، يمكن ابراز اي كلمه وكتابتها باحرف كبيره للتاكيد على اهميتها، ودي طبعا بتبقى ظاهره في الايميلز والحاجات اللي بتتكتب الكتروني ده. هي تمام، لما نقول ايه مثلا؟ وي كانوت اكيوز هيم بيكوز ذير از نو ايفيدنس. نو ايفيدنس معناها مفيش دليل ومفيش برهان. شوف كل حروف نو ايفيدنس مكتوبه بحرف كابيتال، يبقى ممكن نقول المعلومه دي اللي بتقول الحروف لما تيجي تكتب حرف كابيتال خصوصا الكترونيا علشان تبرز المعلومه وتاكد عليها. طيب تعال نروح لعلامه تاني من علامات الترقيم، وهي اسمها كوما، اللي بالعربي بيقولوا عليها الفاصله. خلي بالك ان انا عندي الفاصله دي، واخد بالك ان هي نازله تحت شويه، انها على السطر. تمام، بتبقى الدايره بتاعتها اللي هي اللي عامله زي الواو بالعربي دي، الدايره بتاعتها تبقى على السطر وباقي جسمها بيبقى نازل عنها عن السطر، اسمها كوما الفاصله. ايه استخدامات الفاصله يا مستر؟ قال لي عند مخاطبه الشخص بالاسم. يعني لما تيجي تكلم واحد وتقول له اسمه زي دي، thanks for all your help أسامة، انت قلت الأسامة باسمه، يبقى تجيب كوما الاول وبعدين تجيب اسم عمنا أسامة. طيب ده أسامة جه اسمه في اول في اخر الجملة، طب لو هبدأ بيه نفس الكلام، نفس الكلام، أسامة كوما I want you to study hard. يبقى اول استخدام للكوما اللي هي الفاصلة ان انت تجيبها قبل اسم الشخص اللي انت بتخاطبه. طيب ايه كمان؟ فصل جملتين كاملتين، انا عندي جملتين عايز تفصل الجمله الاولى عن الجمله الثانيه، تروح حاطط الكوما زي دي. وي ونت تو سكول، اي جمله، رحنا المدرسه جمله، اند ذن تو ذا ستاديوم، وبعدين رحنا الاستاديوم، يبقى ادي جمله كامله وادي جمله كامله، رحت حاطط ما بينهم كوما. معلومه ثالثه، فصل العناصر داخل الجمل، يعني انت الجمله فيها عناصر، خد بالك من الحته دي. عندما تكون هناك كلمات او عبارات او جمل مرتبطه بكلمه اور او اند زي ايه؟ تعال بص بالراحه خالص. ساره وانت ذا بلاك كوما جرين كوما اند بلو دريس، يبقى هنا هو بيدي مجموعه عناصر، بيقول ان ساره عايزه الفستان اللي لونه اسود واخضر وازرق، يعني كل الالوان دي مجتمعه فيه، واخد بالك من الكوما؟ ادي اللون الاولاني بلاك كوما، اللون الثاني جرين كوما. طب خلاص خلص كده، عايز اقول اند كذا. طيب ماشي، تعال نروح لحاجه ثاني. Arabic is spoken in Egypt، اللغه العربيه يتم التحدث بها فين؟ مصر. ها ايه كمان؟ كوما ليبيا كوما الجيريا كوما تونسيا ها اند موروكو. يبقى كوما كوما كوما، واخر حاجه تقول ايه؟ تقول اند. حاجه ثاني، يو كان فلاي تو بومباي فيا موسكو، ها كوما فيا اثينز اور فيا كايرو، فيا هنا معناها عبره، يبقى واخد بالك كوما وبعد كده اسم مكان واور وبتكمل بكلمه اور وبعد كده للاخر. لاحظ انه في كل الجمل السابقه يمكن استبدال الكوما بايه؟ اور او اند. يعني احنا هنا في الجمله مثلا، الجمله رقم ثانيه اللي بتتكلم عن اللغه العربيه واماكن تحدث، ليبيا كوما الجيريا كوما وما ذلك، وبعد كده قلت اند في الاخر. شوف بقى في جمله ثانيه قلنا ايه؟ قلنا اور، ودي بديله للكوما. انت كمان بستخدم الكوما اللي هي الفاصله فصل الارقام والتواريخ، انا عايز افصل رقم عن تاريخ، ماشي زي دي I was born on the 9th of August، ده تاريخ، بس التاريخ ده انا عايز اجيب وراه رقم السنه اللي اتولدت فيها، انهي 9 اغسطس يا عم ده اتولدت فيه؟ سنه 1990. ها تروح عامل ايه؟ تجيب كوما بعد اسم الشهر وتروح جايب ايه؟ تروح جايب رقم السنه. احنا لسه ما نزلنا بنستخدم او بنتكلم عن استخدام الكوما. طيب الاستخدام رقم خامس الكوما، فصل العنوان، عايز افصل العنوان عن المكان، عن الجمله انا بقولها. I live in Cairo، انا بعيش في القاهره، القاهره دي فين؟ ايجيبت. يبقى ادي كوما اهي جت تديني فصل العنوان. كمان حاجه ثانيه، مخاطبه الشخص، تمام يس سير، حد بيكلمك فانت بترد عليه، يبقى يس وادي كوما وسير. حاجه ثاني بقى استخدام جديد للكوما، فصل شخصين او اي عناصر اخرى، عايز افصل ما بين ان انا بتكلم حد شخصيتين
اي مينت علي، ها كوما نوت احمد، انا كنت اقصد علي ما اقصدش احمد، يبقى جبت كوما عشان افصل ما بين ده وما بين ده. معلومه تانية عن الكوما واستخدامها قبل جمله المباشر التي بين الاقواس. يعني ايه؟ بيقول لك شي سيد، هي قالت. قالت ايه؟ قالت الجمله دي اللي هي بين الاقواس، اسمها تو انفيرتد كوماز. قبل ما اجيب الجمله دي لازم تجيب ايه؟ تجيب كوما. امتى كمان؟ الاستخدام رقم 9 بعد الروابط الزمنيه اللي احنا بنستخدمها كلمات داله على الازمنه، عبارات معينه اذا جاءت في اول الكلام زي ايه مثلا؟ زي كلمه شور بالتاكيد، دي كلمه اسمها كلمه تاكيد، اجيب وراها كوما. كلمه بليز لازم وراها كوما. ويل حسن وراها كوما. نو اللي هي اجابه على سؤال بلا كوما. يس اجابه بنعم كوما. يسترداي اللي هو اهو اللي احنا قلنا عليها روابط زمنيه. تومورو رابط زمني وراها كوما. طيب سوري عباره بتدل على الاسى، ماشي. اكسكيوز مي واخد بالك، كل الحاجات دي وراها كوما كوما. لاكيلي لحسن الحظ. هوفر وهكذا. الحروف الثلاثه دول اي تي سي اختصار كلمه اتسترا معناها الخ. والاحوال تصف الجمله طبعا كلها ايه بنجيب ده. الاحوال اللي هي زي كلمه ويل، ويل ده معنى ظرف، ظرف يعني حال، تمام. طيب لاكيلي ده حال وهكذا. الاستخدام رقم 10 للكوما اللي هي الفاصله قبل الجمله الثانيه، ها في حاله وجود اداه ربط قبل الجمله الاولى. يعني ايه مثلا؟ although دي اسمها اداه ربط، كلمه ربط، كلمه بتربط الجملتين اللي جايين اللي هي I was ill yesterday، دي اسمها جمله. I went to school دي جمله تاني. لما بيكون في اداه ربط تربط جملتين زي كده محتاج انت كوما تفصل ما بين الجملتين اللي جايه تربطهم. although على الرغم ان انا كنت تعبان امبارح انا رحت المدرسه، فلازم تحط بقى كوما تفصل او تربط جمله هنا هو تيجي ما بين ايه؟ ما بين الجملتين، توريك ان دي جمله ودي جمله في كوما. استخدام رقم 11 قبل الكلمات ويل، كلمه يت، كلمه اور، وكلمه بط، وكلمه ان في منتصف الجمله. يعني دول لما يجوا في وسط الجمله لازم تحط ايه؟ تحط قبلهم كوما. زي دي ماي براذر از فيري كليفر، اخي ماهر جدا. ها عايز اقول بط يبقى لازم كوما قبل بط. شايف ادي بط اهي وادي كوما قبلها. مثال تاني يو ماست هاند ان يور اساي باي فرايداي اور، ادي جت اور اهي يبقى تروح جايب لها ايه؟ جايب قبلها كوما. احنا لسه مع الاستخدامات بتاعت الكوما لحد دلوقتي بنتكلم مع الكوما بس. طيب وصلنا للاستخدام رقم 12 للكوما اللي هي الفاصله، وقلنا الفاصله اللي هي رقبتها على السطر وباقيها تحت السطر. استخدام رقم 12 قبل وبعد جمله الوصل التي يمكن الاستغناء عنها. لما يكون في جمله وصل يمكن الاستغناء مع استغناء عنها اللي هي بيقولوا عليها الجمله الاضافيه، اللي بيقولوا عليها اساتذتنا بتوع العربي اللي هي بيقولوا عليها جمله اعتراضيه زي ماي بوك كتابي. شافي ادي كوما وبعد كده جمله which is on the table كوما تاني is really useful. الجمله اللي جايه ما بين الكوما دي اللي هي الاولى والكوما الثانيه بيقولوا عليها جمله يمكن الاستغناء عنها، اللي هي بيقولوا عليها بتوع العربي جمله اعتراضيه، اللي هي جمله تعطي معلومه اضافيه. يعني لو قريت الجمله ماي بوك ورحت سبت الجمله دي خالص از ريلي يوسفول الجمله تمام. يبقى لما يكون عندك جمله بتدي معلومه اضافيه هات كوما قبلها وكوما بعدها وهات هي في الوصف. مش هنطول فيها لان في كذا مثال واجيبهم خلاص. طيب قبل السؤال المزيل تجيب كوما تمام؟ اهي these birds are beautiful دي جمله. طب عايز اعمل لها سؤال مزيل، احنا قلنا السؤال المزيل هو سؤال غير حقيقي بالهدف منه طبعا ايه؟ مواصلات الكلام. شوف قبل ما اجيب السؤال المزيل اللي هو aren't they عملت ايه؟ جبت كوما. يبقى دول كانوا مجموعه استخدامات للكوما. في ملحوظات، لا يمكن ربط جملتين فقط بكوما وكمان ممكن يجي اور او اند. احنا الكلام ده احنا قلناه فوق، بيجيب ملحوظه على جزء قلناه فوق. لاحظ الفرق ما بين الكوماز والانفيرتد كوماز. الكوما يا شباب اللي هي دي تو انفيرتد كوماز، الكومتين المعكوستين دول اللي احنا بنجيبهم في جمله مقتبسه لحد بيتكلم تمام. يعني مثلا زي ايه تو انفيرتد كوم؟ اه زي دي اي ام سوري، اهي دي اسمها تو انفيرتد كوماز، الكومتين المعكوستين. شوف الكوما شكلها ايه والتو انفيرتد كوماز شوف شكلها ايه تمام. نرجع نكمل، احنا كنا بنقرا في الملحوظات. نروح اكدنا المعلومه رقم 2، لاحظ الفرق بين الكوماز والتو انفيرتد كوماز، ماشي، اللي هي بيقولوا عليها علامات الكوتيشن. واحنا لسه قايلين الكوتيشن معناها كلمه جمله مقتبسه حد قالها. استخدام رقم 3 او ملحوظه رقم 3 على الكوما تقول لك مع ان الكوما بديل لاند احيانا نضطر لوضعها قبل اند لازاله غموض معين. تعال نشوف المثال. If you want good and cheap stationaries ها ايه ادي كوما you should buy them from سوق ماشي الفجاله.
او كارفور اند. خلاص سمير اند علي، دي اسامي سلسله محلات كبيره طبعا وهي مشهور. ماشي، هنا سمير وعلي محل واحد، ولو حذفنا الكوما اللي قبل اند لكان كارفور والسمير محل واحد. يعني لو اقول لك ايه، لو شلنا اند هنا هو والكوما، كنا هنقول ايه؟ كارفور سمير اند علي، دول كانهم ايه؟ كانهم حاجه واحده. يبقى ازاله الغموض هنا وجبت. تعال نروح العلامه الثالثه من علامات الترقيم، وهي الفاصله العليا واللي بيسموها ابوستروفي. تمام، خلي بالك من حاجه، ان ممكن انت تخلط. الله، ما دي عامله زي الكوما، بس خلي بالك الكوما كانت فين؟ كانت تحت، كانت على السطر الدائره، لكن دي فوق، متعلقه فوق اهي، دي اسمها ابوستروفي. طيب امتى بقى بستخدم الفاصله العليا والابوستروفي؟ الاختصارات عند حذف حرف اكتر، يبقى انت تكون بتختصر. بص كده، اتس اللي هي اختصار، ات از وهكذا، اهي ات از اور ات هاز. ماشي، ويل اللي هي وي ويل اور وي شال. طبعا ايه، وقدامك الامثله كتير قدامك. امتى كمان استخدم الفاصله العليا؟ قبل اس الملكيه، اذا لم ينتهي الاسم باس. يعني الاسم اللي عندك ما فيش فيه اس، تحط اس ايه؟ ابوستروف قبل اس الملكيه، سواء كانت مفرد ولا جمع. زي مثلا كلمة children، children ده جمع شاذ، عشان اجيب لها ملكية جبت لها ابوستروف اس، children's. شوف بقى ازاي؟ طب ده جمع، طب لما كان مفرد احمد، احمد سكار، فجبت لها ابوستروف. طيب يبقى لما يكون الملكية هنا هو جاية لاسم تشير لملكية مفرد، تمام؟ حتى لو كان الجمع قبلها جمع شاذ، زي دي مثلا كلمة children ملكية، تمام؟ بنجيب ابوستروف قبل الاس. طب لو هنجيب بعد الاس للملكيه، اذا انتهى الاسم ايه؟ باس، زي بيرنتس جايه جنب، ما احطش الابوستروف قبلها، لا احطها بعد الاس. عند جمع الحروف زي مثلا مايند يور بيز اند كيوز، شايفها؟ بي وبعد كده ابوستروف اس، انا بجمع بقى كل البيز، اجمع كل احرف البي وبعد كل احرف الكيوز وهكذا. فانا جمعت الحروف فضفت ابوستروف اهي، وبعدين رحت جايب اس. حاجة تاني، how many S's are there in Mississippi؟ عايز يعرف كم حرف S في كلمة Mississippi. تمام، أهي شوف لما جه يعملها عمل إزاي؟ جاب الأبوستروف وبعد كده جاب الاسم. بنتكلم عن استخدام الفاصلة العليا. طيب في ملحوظة على الفاصلة العليا، ثلاث ملحوظات. أحيانا يكون الاسم مركب فلا نضع أبوستروف بعد الاسم الأول، زي إيه؟ راسندل سيستر ان لوز ديسيجن. خد بالك بقى، راسندل بطل القصه اللي احنا بنشتغل عليها في سنه ثالثه، سيستر ان لوز، شوف بقى ابوستروف اس اي ديسيجن ووز تو فايند ذا جوب. حاجه تاني، لا نضع ابوستروف اذا جمعنا التواريخ. يعني مثلا ذيس ريسيرش ووز كاريد اوت ان ذا، واخد بالك الاس دي معناها السبعينات، ما جبتش ابوستروف اس عشان احط اشير لده، ما ينفعش. في الانجليزيه الامريكيه بنستخدمها بقى، يبقى ده بريطاني وده ايه؟ الامريكي. الامريكي يقول لك This research was carried out in the 1970s. الابوستروف جت قبل الاس عشان ده انجليزي امريكي. معلومه ثالثه، لا نضع الابوستروف عند جمع الاسماء الاعلام. يعني مثلا I went to London. I stayed with the Johnses. ده اسم عيله، تمام؟ هنا جبت الاس على طول، ما ضفتش ابوستروف قبلها. تمام؟ زي واحد ثاني، There were four Steves. مجموعة من العائلة ستيف وهكذا، اند 3 جول وهكذا. ماشي، تعال نروح لمعلومة جديدة او علامة جديدة من علامات الترقيم، وهي كولن. الكولن اللي هم النقطتين اللي فوق بعض دول اسمهم كولن يا شباب. امتى بنستخدم الكولن؟ تعال نشوف، بنأكد على ان علامات الترقيم نقطة مهمة جدا لازم نعرف امتى نستخدم الكولن او النقطتين اللي فوق بعض دول. امتى اللي تستخدم لبيان ان شيئا ما او كلاما ما قادما، حاجه جايه لسه هقولها لك. مثلا امتى؟ بعد كلمه بعدها قائمه لاشياء او شرح لشيء او مثال. يعني ايه؟ He was planning to study four subjects. هو بيخطط ان هو هيدرس اربع موضوعات. ايه هم؟ ايه هم؟ يبقى انا كده بقى هبين لك بقى، ها؟ وراح اعمل لك الكولون دي، كولون اللي هم النقطتين فوق بعض، واقول لك ايه بقى الاشياء دي؟ politics comma philosophy comma sociology and economics. طيب حاجة تاني بيستخدم فيها الكولون اللي هم النقطتين اللي فوق بعض، بين الجمل عندما نشرح، عندما تشرح الثانية الأولى. يعني لما تكون الجملة الثانية جاية تشرح الأولى، زي إيه؟ عاملة زي فكرة فصل منقوطة. يعني بص بقى، I didn't have time to get changed. أنا ما كانش عندي وقت إن أنا أتغير، ما فيش وقت يخليني أتغير. طب إيه؟ بشرحها بقى، I was get changed، سوري، يغير هدوم، يعني مش يتغير شخصية.
I was already late، لأن اتأخرت ما لحقتش أغير. يبقى النقطتين اللي فوق بعض هنا اللي احنا بنقول عليهم colon كانت الأولى، التانية دي بتشرح الأولى. حاجة تالتة برضو بنستخدم فيها الكولون اللي هم النقطتين فوق بعض للتأكيد، زي there was one thing she loved more than any other، كان في حاجة واحدة بتحبها أكتر من إيه؟ من الآخرين. إيه بقى؟ her dog. أدي الكولون أهي. كمان حاجة تاني لبيان النسب، زي النسب مش النسب، النسب اللي هو نسب من نسبة كذا لكذا. the ratio to أهي الكولون اللي جاية دي بنقول عليها 2-4 is equivalent to the ratio 1-2. خدت بالك انا لما جيت اقراها قلتها ايه؟ قلتها تو، ما قلتش كولون. يعني انت لما تيجي تقراها ما تقراهاش كولون، تقول تو 1-2-2. خدت بالك انا قريتها ازاي؟ المهم ان الكولون برضو بنستخدمها اللي هما نقطتين فوق بعض علشان النسب. مع الوقت زي ما اقول ايه؟ the train leaves at، القطار هيغادر الساعة 4:30. شفت عملت 4:30 ازاي؟ ادي الاربعة ونقطتين فوق بعض اللي هما الكولون، وبعد كده رحت جايب الكسر بتاع الساعة. تعال نروح للسيمي كولون. شايف الكولون نقطتين فوق بعض، سيمي كولون نقطة وتحتها كوما. شايف عاملة ازاي؟ تستخدم للتركيز على العلاقة القوية بين جملة وأخرى، وهي تمثل فاصلا أقوى من الكوما. يعني السيمي كولون دي ماشي أقوى من الكوما. شو واخد بالك من شكلها؟ عبارة عن كوما وفقها نقطة. It was raining، الدنيا كانت مطر، ها سيمي كولون، ها the game was cancelled. يبقى شوف بقى تستخدم تركيز على العلاقه القويه ما بين الجمله دي والجمله دي. تعال نروح لحاجه اسمها الداش. خلي بالك ان الداش عندي نوعين، داش عريضه شويه زي اللي قدامك دي، داش ايه؟ داش اللي هي الشرطه، شايفها؟ في شرطه عريضه زي دي، وفي شرطه هناخدها تاني بعد شويه بس ايه؟ صغيره شويه، اسمها هايفن. دي اسمها ايه؟ واصله. اللي فوق الداش الكبيره، تمام؟ دي زي ما انت شايفها عريضه شويه، وفي واحدة ايه؟ صغيرة. طب خلينا نركز دلوقتي مع الداش اللي هي العريضة شوية دي، شايفها؟ دي اسمها الشرطة. تستخدم الشرطة لوقفة مفاجئة أو تغيير الفكر. أنت كنت بتتكلم في حاجة ومرة واحدة وقفت، هتقول فكرة جديدة. في نوعين شائعين من الشرط، شرطة قصيرة اسمها إن داش، تمام؟ وشرطة طويلة اسمها إم داش، تمام كده؟ أدي الطويلة أهي، وفي واحدة قصيرة. الشرطة القصيرة ضعف الواصلة اللي احنا لسه قايلينها من شوية تحت اللي هي الهايفن. انت بقى للإشارة لنطاق معين أو مدة، يعني لما أقول عايز أقول من سنة 1990 لسنة 2002، رحت حاطط الكبيرة اللي هي داش. أسيوط ها كايرو ترينز اللي القطار المتحمل أسيوط، في مسافة، فحطيت داش كبير. انت بقى استخدم الشرطة الكبيرة أو الداش تاني أطول من الشرطة القصيرة، يمكن استخدامها بدلا من الفاصلة أو الأقواس أو النقطتين لتعزيز إمكانية القراءة أو التأكيد على خاتمة الجملة. يعني أنت مثلا قلت جملة she gave him her answer، اديته الرد بتاعها نو no. عايز أكد إن كلمة نو دي كلمة مهمة، قد تحط قبلها داش كبيرة. لاحظ أنه يمكن استخدام داشز محل الكومز اللي هي الشرط الكبيرة بدل الكوما. زي إيه؟ فاكر لما كنا بنتكلم عن جملة اعتراضية وقلنا عليها جملة تحوي معلومة زيادة، ماشي؟ ها زي كلمة كرايم الجريمة. شايف الجملة؟ ادي الداش الكبيرة اهي، وادي داش تاني. الجملة دي كلها جملة يمكن الاستغناء عنها. في التدريب من شوية لما كنا بنتكلم عن الكوما كنا نحط كوما هنا وكوما هنا ونروح جايبينها، ماشي؟ ها must be reduced. شوف بقى الشرح بتاعها، كرايم الجريمة costing the city millions of dollars each year must be reduced. ممكن اقول كرايم must be reduced، الجريمة يجب ان تقل. الجملة دي جملة بتحوي معلومة إضافية ممكن استغنى عنها، فجبت قبلها داش كبيرة وبعدها داش كبيرة. طيب إعطاء تفاصيل أو شرح، لما تكون عايز تدي تفاصيل أو شرح برضو ممكن استخدم فيها اللي هي الداش الكبيرة. Our bike to work program will reduce traffic. ها شايف إداني إيه؟ الشرطة الكبيرة هي الداش. Something everyone wants وهكذا وبكمل. تروح لمعلومة جديدة وهي هايفن الواصلة، تمام؟ ودي اصغر من الداش، الداش كانت كبيره شويه، دي صغيره. امتى بستخدمها؟ قال تستخدم واصله ربط كلمتين او اكثر معا في مصطلح مركب، يعني عليها الاسماء المركبه او المصطلحات المركبه، ولا يتم فصلها بمسافات، ما يكونش في مسافه. يعني بص كده بارت تايم وانت بتكتب مفيش مسافه، يعني ما تقولش بارت وتروح تدوس على المسطره اللي على الكيبورد وتروح تعمل الهايفن وبعد كده تروح تقول لي تايم، لا شابكين في بعض. تمام؟ بارت تايم ها باك تو باك، شايف بقى؟
والنون دي كلها مصطلحات، سيستر ان لو اللي هي الاخت في القانون اللي هي بتبقى مرات الاخ يعني، هاف براذر اخ غير شقيق، يبقى دي مصطلحات او اسماء مركبه. تعالوا نروح لحاجه معلومه جديده وهي رقم 8، انفيرتد كوماز، الكومتين المعكوستين اللي بيقول عليهم بالعربي علامات الاقتباس او التنصيص، ليها اسم تاني كوتيشن ماركس او سبيتش ماركس. يبقى العلامتين دول اللي هما المعكوستين او الكومتين المعكوستين ليهم ثلاث اسامي، انفيرتد كوماز ادي اسم، كوتيشن ماركس ادي اسم، سبيتش ماركس ادي اسم، كله سبيتش ماركس ده اسمهم الثالث. امتى استخدم الكومتين المعكوستين دول اللي هم بيقولوا عليهم علامات الاقتباس او التنصيص؟ تستخدم لبيان جمله مقتبسه، حد كان قال كلام فانت بتقتبسه، وما بينهما لابد ان يبدا بحرف كابيتال، الكلام ده احنا قلناه من شويه. ها دونت جو اوت، دونت جو اوت سايد، ادي اهي انفيرتد كوماز، ادي البدايه وادي ايه النهايه، بتختم الجمله اللي اقتبستها. شي سيد. هناك علامات اخرى مفرده زي يعمل لك ايه كوما ونقط وكوما وروح ايه يقفل بقى زي كده، واستخدم اقتباس داخل اقتباس، يعني انت عايز تعمل جمله مقتبسه جوه جمله مقتبسه، تروح تقول ايه احمد تولد مي، ادي الاقتباس الاصلي اهو، تقوم في انفيرتد كوماز اهم اللي هم باللون الازرق ده، بص اهو بادئ هنا وقافل هنا، طب جواها انا جاتني جمله جديده عايز اقتبسها، تروح تحط لها كوما واحده بس، كوما في اولها وكوما في اخرها، اللي هي ايه؟ I saw Ali at the playground and he said to me، انا شفت علي في البلاي جراوند وقال لي، طب انا عايز اجيب كلام مقتبس علي، اكتفي بكوما واحده في الاول وكوما واحده في اخر الجمله الجديده اللي هي رامي ترافل ابرود، ها اند اي بليف ديم، وانا صدقته. يبقى تو انفيرتد كوماز، بادئ الجمله الاصليه ادي هي البدايه وادي النهايه ختمها، طب لو جاني جمله مقتبسه في الداخل اكتفي بكوما واحده في الاول وكوما في الثانيه، بس طبعا دي عامله زي الابوستروف عاليه شويه، كوما واحدة بس عالية شوية. تروحوا للعلامة رقم 9 من علامات الترقيم، طبعا هنتكلم عن علامات الترقيم يا شباب، وجايبينها من كتاب الأضواء للمراجعة النهائية لعام 2020 واللي مسمي نفسه تو ذا بوينت، الخلاصة زي ما بيقول. عندي براكتس اللي هي الأقواس أهو، دي اسمها أقواس، شايفها؟ ليها اسم تاني اسمها إيه؟ بارانثيسز. بارانثيسز شايفها؟ أهي براكتس، هي عشان هو في الامتحان ممكن يجيب لك كلمه بارانثيسز ما يجيبلكش براكتس. الاقواس اهي دي اسمها اقواس، امتى بتستخدمها؟ نستخدم الاقواس عندما نرفق تعليق يختلف عن الفكره المركزيه للجمله، يعني انت عايز تعلق على حاجه بس التعليق ده مختلف شويه عن الفكره، وبيكون فكره جانبيه او شرح لظرف معين او بيضيف فكره لاحقه. مثلا انا بقول كرايم الجريمه must be reduced، صح دي الجملة الأصلية، طب أنا عايز أحط جوه الجملة دي حاجة ماشي ممكن تديني فيها اختلاف عن الفكرة المركزية اللي أنا بتكلم فيها، فكرة جانبية، شرح ظرف ما. طيب كرايم حددت مين بقى؟ burglars and robbers. طب الله مال دي burglars and robbers دي اللي هي، يبقى أنا هنا burglars هم النشالين وروبرز اللي هم جماعة اللي بيهجموا على الأماكن بسلاح. طب مال دي تمام بكرايم ماست بي ريديوس، لا ده انا حددت يعني. او دخلت في فكره ملهاش ممكن تكون بعيده شويه عن الفكره المركزيه لكن لفت الانتباه. تمام؟ طيب ذا بايك تو ورك بروجرام جديده بقى، ا بروجكت اوف ذا ترانسبورتيشن ديبارتمنت وريديوس، طبعا جمله بتكون ايه؟ بتختلف شويه عن الجمله المركزيه. نروح لمعلومه جديده. الابسس، ايه بقى الابسس دي؟ اللي بيقولوا عليها علامه القطع، علامه القطع اللي هي نقط كده جنب بعض اهي، ثلاث نقط كده جنب بعض دي اسمها علامه القطع. بيستخدموها ازاي وليه؟ تتمثل علامه القطع بثلاث نقاط، ادي شكل ليها، ليها شكل تاني ها شايفها؟ استريسكس، ثلاث نقط بس، دول هنا كانوا ثلاث نقط هنا جابوهم ايه؟ نجوم. وتستخدم لبيان حروف او كلمات محذوفه، يبقى ellipses ماشي او asterisk كلهم بيتكلموا فكره حروف او كلمات محذوفه، وتستخدم داخل النص المقتبس للقفز من جمله لاخرى، واحذف الكلمات غير ضروريه. شي بيجان تكون، بدات تعد 1 2 3 4 المفروض بقى يقعد يكمل بقى، دي اسمها علامه قطع، until she got to 10 مش هقعد انا اعد بقى لحد 10. تمام. واحدة تاني، when Newton stated، لما نيوتن قال an object at rest stays at rest،
and an object in motion stays in motion. جسم في حالة ثبات بيبقى في حالة ثبات، وجسم في حالة حركة في حالة حركة. لسه بقى هيقعد يحكي بقى نيوتن. He developed the law of motion. وده اللي أدى إلى الكلام الحديث عن قانون الحركة. نروح لعلامة جديدة من علامات الترقيم اللي واخدة العنوان اللي قدامك، علامة التوقف اللي بيقولوا عليها فول ستوب. ليها اسم تاني period. وده طبعا period ده في الترقيم الأمريكي. طيب علامات الترقيم يعني قصدي انت بستخدم فول ستوب او بيريد. احفظ كلمه بيريد دي لان ممكن هي اللي يجيبها في الامتحان وما يجيبش لكش فول ستوب، هيجيب لك الكلمات الغريبه. امتى تعمل فول ستوب؟ نهايه الجمله الخبريه، زي the boys are playing، ادي جمله خبريه فيها فاعل وفعل، ها فول ستوب. نهايه الجمله الامريه، الله برضو فيها فول ستوب، give me the blue dictionary، امريه اديني. طيب بعض الاختصارات بتجيب فول ستوب، ام ار اهي فول ستوب، A فول ستوب، R فول ستوب، E فول ستوب. دي اختصارات، كلها دي اماكن بنستخدم فيها الفول ستوب. معلش احنا طولنا عليك، بس علامات التقييم لازم تتقال على بعضها، مش هينفع نفصلها. وصلنا لعلامه التقييم رقم 12 اللي هي كويشن مارك، علامه الاستفهام. سهله جدا دي، هتحطها في نهايه السؤال. سواء دي خلي بالك كلمه انتروجاتيف، علشان تحفظ كلمه انتروجاتيف سنتنس اللي هي نهايه السؤال. سنتنس الله يا مستر، دي سنتنس دي جملة، بس اسمها جملة استفهامية يعني سؤال. سواء كان بادئ بفعل مساعد زي هذا اهو، وادي علامة استفهام، أو سؤال عادي اللي هو في كلمة استفهام ويرها، لازم يكون في علامة استفهام. لاحظ إن أنا عايزك تحفظ كلمة انتروجاتيف معناها استفهامي، وادي سنتنس. لاحظ إن دي يمكن أن تستخدم كفعل أمر وليس فعل مساعد، فتكون الجملة أمرية فاخرها نقطة. لما أقول لك إيه، دو ذا فيرست تو اكسرسايز، اعمل أول تدريبين، يبقى دي كده هو مش محتاج علامه استفهام لان ده فعل امر. لاحظ ايضا اذا حولنا السؤال من مباشر غير مباشر بتحول لجمله خبريه. ها هي اسكد مي وات اي واز دوينج، الله طب ما تقول لي وات يا مستر، بس دي جمله متحوله، نحط لها ايه؟ نحط لها في الاستوب. يبقى علامات الاستفهام اساسا انها تيجي فين؟ في السؤال، سواء كان بكلمه استفهام زي وير او بفعل مساعد زي هاف وغيره. تعرف لعلامات التعجب، ودي ليها برضو كلمتين او عنوانين، اكسكلاميشن مارك، وممكن تقول عليها بوينت. خد بالك من دي. طيب علامه التعجب شرطها عامل ازاي؟ واحد تحت نقطه. انت استخدمها، تستخدم علامه التعجب بعد العبارات والجمل التي تعبر عن عاطفه، رغبه، مفاجاه، اي حاجه من ده ينفع. واي ار يو ييلينج ات مي؟ شوف بقى عامل لك ايه؟ علامه التعجب. طيب هابي بيرث داي، وبعد كده احمد. ها؟ ماشي؟ What a cute happy sorry puppy. What a cute puppy. How fast you run. كلها دي علامات تعجب. لاحظ ان التعجب يبدا بكلمات استفهام في بعض حالاته، يعني بعض الحالات بيبقى فيه كلمه استفهام. فرق بينه وبين الاستفهام، يعني ما اقولش What a wonderful pyramid، يا له من هرم جميل، تروح تحط لي علامه استفهام؟ لا، دي جمله تعجبيه بادئه بكلمه استفهام. How wonderful معناها يا له، على فكرة هنا كلمة وات معناها يا له. How wonderful the pyramid is، يا له من هرم، يا سلام على جمال الهرم. ماشي، يبقى ده محتاج علامة تعجب مش سؤال، مش علامة استفهام. تعال نروح لعلامة جديدة من علامات الترقيم وهي سلاش اللي بيقولوا عليها الشرطة المايلة. ايه تلاقيها مايلة ناحية الشمال، مايلة كده شمال سلاش. انت بتستخدم الشرطة المايلة لفصل اجزاء من عناوين الانترنت اللي هي الويب زي ما بيقولوا، او اسماء الملفات لبعض برامج الكمبيوتر. يعني مثلا ايه ده؟ طبعا كلها عناوين ويب زي ما انت شايف، واهي اللي هي سلاش، ماشي زي ما انت شايف كده. للقصور الحسابية عايز اقول تلت، يبقى واحد وبعد كده شرطة مايلة اللي هي قلنا عليها سلاش وبتكمل. لفصل اليوم والشهر والسنة والتاريخ عايز اقول 12/9/2021، يبقى شايف ادي سلاش هنا وسلاش هنا. الاختصارات برضو ممكن يكون فيها سلاش، دبليو او اللي هي كلمه اختصار كلمه without، شايفها دبليو بعد كده سلاش بعد كده او اختصار كلمه without، ان وبعد سلاش واي، اور ان بالكابيتال وسلاش واي اللي هي not applicable or not available يعني غير متاح يعني او لا يمكن تطبيقه. يبقى كلمه لكل في المسافات، كلمه لكل كذا. لما تكون عايز تعمل ايه لكل كذا، يعني مثلا 80 ميل لكل ساعه، تروح جايب ايه؟ تجيب سلاش اللي هي الشرطة المايلة اللي مقصود بيها 80 ميل، اهي ادي بير اور. بير دي اللي هي معناها لكل، جايبة دي اللي هي ايه؟ جايبة دي اللي هي سلاش، انت شايفها قدامك. طيب ماشي، بنكمل مع حاجة جميلة جدا عاملها كتاب جيم الأضواء الشبابية. ايه الحاجة الرائعة اللي عاملها
جايب لك الفرق ما بين علامات الترقيم البريطانيه والامريكيه في اللغه في اللغه الانجليزيه البريطانيه والامريكيه. ماشي، اهي difference between punctuation in British and American English. تعال بقى نشوف الفول ستوب. الانجليزي البريطاني بيقول عليها فول ستوب، الامريكان بيقول عليها بيريد عشان تحفظ الكلمتين. يبقى كلمه فول ستوب عندي باللغه الانجليزيه البريطانيه، لكن بالامريكي اسمها هي بيريد. طيب الاكسكلاميشن مارك علامه التعجب، ها الامريكان بيقولوا عليها ان اكسكلاميشن بوينت، ما قالش عليها مارك. طيب دول اللي هم القوسين، البريطاني يقول عليهم براكتس، لكن الامريكان بيقولوا عليها بارانثيسز. خد بالك من الكلمه الامريكيه اهي. طيب الاقواس اللي واخده شكل المربع دي، شايفها دي، بيسموها سكوير براكتس اللي هم البريطانيين. طب الامريكان قالوا عليها ايه؟ قالوا عليها براكتس. شوف بقى لما تيجي تعبر عن الوقت، تايم، البريطانيين يكتب الساعة 11 نقطة والكسر اللي هو 30 مثلا دقيقة، اللي 11 ونص يعني، شوف عملها ايه هو؟ عملها بنقطة واحدة. لكن الامريكاني ده البريطاني يحط لها نقطة واحدة، الامريكاني حط لها نقطتين 11 ونص. خد بالك من علامات ايه؟ الترقيم. تعال نروح ليه؟ فرق جديد في علامات الترقيم ما بين الانجليزي الامريكي والبريطاني. التايتل زي الالقاب، البريطانيين يجيب لك اللقب مثلا ام ار ووراها ايه؟ كوما، ها ام اس وراها كوما، اور ام ار اس. شوف بقى الامريكان بيعمل ايه؟ ام ار ويحطه في الاستوب وبعد كده كوما، ام اس اختصار طبعا سيده وانسه وما الى ذلك، تمام؟ نقطه اللي هي في الاستوب بعد كده كوما وهكذا. كوتيشنز المقتبسات، البريطاني لما يكون بيقتبس ممكن يكتفي بكومه واحده زي ما انت شايف اهي، اللي هي عامله كومه عاليه شويه، اللي هي عامله تهيألك انت انها ابوستروفي، تمام، ويحط زي دي في اخرها ودي بعد كده كومه على الارض، غير ده قوس فوق اي كانت جو اوت تومورو، ها جون سيد وبعد كده كومه بيكوز از ماي داد سيد يو ويل جو اوت وين هيل فريزز اوفر. شوف الكوتيشن الاصلي حاطه فين؟ اهو عمل انفيرتد كوماز، لكن الكلام اللي قاله جون في الاول مش محطوط في تو انفيرتد كوماز، ادي كوما واحده شايفها فوق، تمام اهي. لكن شوف الامريكان عملوا ايه؟ عملوا كله بتو انفيرتد كوماز، اي كانت جو اوت تومورو، اعتبر كله كلام مقتبس اهي تو انفيرتد كوماز، جون سايت ماشي وبعد كوما على الارض، ها بيكوز از ماي داد سيت يو ويل جو اوت وين هيل فريزز. شوف بقى اعتبر ان دي بدايه الكلام ودي نهايته، وقفلهم كلهم ب تو انفيرتد كوماز، لكن في الداخل عامل زي ما انت شايف قدامك كده. يا شباب تكون انتهت علامات الترقيم اللي كنا بنتكلم فيها، تمام. بعد كده ان شاء الله هنجهزك للاكسرسايز اللي نتعلم معاه ان شاء الله. علامات الترقيم كده بتكون ختمناها، ونتمنى ان كنت ان شاء الله استفدت منها. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل لك تدريبات على علامات الترقيم.